فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى جنة شحال نسينا دابا مع الجمعية؟ ثلاث سنين سبق لك ديتي شي جائزة؟ شحال المرة ديتي الجائزة؟ وحدة تشاركت حمارة شكون اللي كيعاونك باش تصيني ناس تحفظ القرآن؟ مام شناها تقول مامك دابا شحال كتبغي مامك بزاف ولا شوية؟ بزاف الأساتذة ديالك في الجامعية كيفاش عاملين معك؟ مزيان وإذا كالوه أو وزن هم يخسرون شحال حفظت الأحزاب يا ياسمين؟ سبعة تبارك الله وأجي كتقرا في مدرسة وكتقرا في الحاضر في الجامعية؟ شكون اللي كيعاونك باش تحفظ القرآن؟ ماما وأستاذة رقية شحال حفظت الأحزاب؟ ثلاثة نسينا شكون اللي كيعاونك باش كتحفظ القرآن؟ ماما الله يخليها لكم قولوا آمين آمين ولا تبارك الله عليك الله يبارك فيك تبارك الله عليك شحال حفظت الأحزاب؟ حفظت 10 الأحزاب واليوم كنتي مشاركة نسينا في الجمعية الحومة الحادة شحال نسينا معاهم في هذه الجمعية هذه؟ على الأقل 6 سنين شكون اللي شجعك باش تحفظ القرآن؟ شجعتني ماما والأب ديالي كنقول لهم يحفظوا القرآن ويشاركوا في المسابقات ويطوروا راسهم بعد الإلهام ويبقوا ماشيين على الطريق ديال حفظ القرآن تبارك الله عليك والله يوفقك سنسين أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب قال يا قوم إنكم نذير مبين السلام عليكم في البدايه كنرحب بموقع طنجاوي داخل حي الحداد وكنشكركم بزاف على التغطيه ديالكم كما كتشوفوا اليوم عندنا مسابقه ديال حفظ التجويد القران ديك النسخه ديال الثامنه اللي كتنظمها جمعيه حي الحداد اضافه مجموعه ديال الانشطه اللي اخترنا لهم شعار رمضان للجميع بالنسبه لجمعيه حي الحداد عنده كتب قرانيه اللي في عدد المستفيدين اكثر ديك من 60 طفل وطفله اللي كيستافدوا من الخدمات ديال الجمعيه في حفظ التجويد ديال القران طبيعه الحال في كل سنه حتى كنحاولوا اننا ياك نختبروا ياك هاد الوليدات الصغار اللي عندنا بهاد المسابقه ديال حفظ التجويد القران الحمد لله ياك مستوى ديال الوليدات فهو كيفرع كاين مجموعه ديال الاطفال اللي السن ديالهم اقل من 10 سنوات واللي وصلوا اليوم نحفظ ما يقارب 10 او 12 حزف هذا صراحه هاد الشيء كيفرع بالنسبه للهدف ياك التنظيم ديال هاد المسابقه اولا هو اننا باش ياك نحبوا ياك الوليدات الصغارين داخل الحي في الحفظ ديال كتاب الله وكذلك خلق واحد الجو من المنافسه ما بين الوليدات اللي كتشجعهم على الحفظ مجموعه من الاحزاب فمسابقه ديال حفظ وتجويد القران الكريم ما يقارب واحد 110 ديال الاطفال اللي شاركوا معنا هنايا هذه السنه الجمعيه كتشتغل في هذا المجال هذا على طول السنه ماشي غير في رمضان على طول السنه كتشتغل حيت عندنا المقر الجمعيه كيشتغل مع الاطفال على حفظ وتجويد القران الكريم المشاركين تبارك الله من اطفال ديال الحي والاحياء المجاوره طبعا من شان هذه المسابقات هذه داخل الاحياء انها كتخلق واحد الجو ديال التنافس ما بين التلاميذ فيما يخص الاقبال على القران الكريم والاقبال على التعلم بشكل عام وطبعا كانت الفئه المستهدفه هي ما بين 7 سنين حتى 13 14 سنه عدد الاحزاب اللي كانوا مشاركين بها تقريبا هي 10 ديال الاحزاب الاخيره 10 الاحزاب الاخيره في 60 حزب
وبالتالي كنا اعتمدنا مجموعه من المعايير لان الاطفال صغارين وكذا ما يمكنش نصعبوا معهم قواعد ديال التجويد كما هي. وبالتالي اعتمدنا واحد المجموعه ديال المعايير، اولا الحفظ بالدرجه الاولى فيما يخص بالقواعد التجويد، اعتمدنا على احكام النون الساكنه والتنوين وبعض المدود فقط طبعا مراعاه للفئه العمريه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.